كمان مع بعض المحاضرة الخامسة، الباب الثاني سياسات الإصلاح الاقتصادي، وهناخد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. لما هيتكلم عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، أول حاجة عايز أعرفها هي مراحل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي. سياسات الإصلاح الاقتصادي اتطبقت على 3 مراحل. المرحلة الأولى عندي كانت بتتميز المرحلة دي بكثرة الإصلاحات النقدية والمالية وقليل من الإصلاحات الهيكلية، وكانت نتائجها في صالح المتغيرات النقدية والمالية، حيث تم تخفيض معدل التضخم وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وانخفاض العجز في الموازنة العامة. المرحلة الثانية بيغلب عليها كثير من الإصلاحات الهيكلية وقليل من الإصلاحات النقدية والمالية عكس المرحلة الأولى، وتم الاهتمام بالإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعديل الهياكل الاقتصادية وحقق المزيد من الخصخصة والتحول نحو القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، وعمل استراتيجية تنمية صادرات وتحرير التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل متزايدة عشان يعالج البطالة ويحقق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي. المرحلة الثالثة هي المرحلة بتركز على الإصلاحات الهيكلية مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي. تتمثل الإصلاحات الهيكلية في خصخصة القطاع العام وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق معدلات مرتفعة لنمو الاقتصاد. تاني حاجة عايز أعرفها إيه هي أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر. رقم 1 تخفيض معدل التضخم والوصول لحالة من استقرار الأسعار بما في ذلك من استقرار في سعر الصرف. تاني نقطة في أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر تخفيض عجز الموازنة والوصول إلى تحقيق التوازن المالي الذي يخفف من الضغوط التضخمية. رقم 3 تحسين وضع ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الخارجي وتخفيض حجم المديونية الخارجية وأعبائها. 4 تحرير التجارة الخارجية عشان نقدر نحقق التوازن في الميزان التجاري وأعيد هيكلة الصادرات المصرية وزود حجم الصادرات وخاصة السلعية. 5 نقطة إعادة توزيع الاستثمار عشان يتولى القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمار القومي ويكون القطاع الخاص هو القائد لعملية التنمية وتحول نحو الخصخصة وعيد توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص. رقم 6 تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستثمار من أجل التصدير. 7 زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الادخار والاستثمار. 8 حد من مشكلة البطالة والمساهمة في علاجها بشكل فعال. 9 رفع مستوى كفاءة المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية بما في ذلك النظام المصرفي وسوق المال والنظام الضريبي وغيرها من الجوانب التي تقع في إطار الإصلاح المؤسسي. تاني موضوع هنتكلم فيه في محاضرتنا النهارده استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. أول حاجة عايز أعرفها إيه هو تعريف التنمية المستدامة. تعريف التنمية المستدامة معناه تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، يعني إن أنا بلبي احتياجاتي دلوقتي وفي نفس الوقت ما أذيش الأجيال القادمة. ثانيا أبعاد التنمية المستدامة. أبعاد التنمية المستدامة 3 أبعاد: تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، تنمية بيئية. التنمية الاقتصادية حقق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة. التنمية الاجتماعية تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي. التنمية البيئية أحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. ثالث نقطة تحت استراتيجية التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة. إيه هي أهداف التنمية المستدامة؟ تسعى التنمية المستدامة من خلال الأليات بتاعتها إن هي تحقق بناء اقتصاد سوق فعال معتمدة على قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، الربط بين النمو الاقتصادي الصناعي ومدخلات الطاقة والمواد الخام، زيادة مخرجات الزراعة لتوفير الغذاء المناسب كما ونوعا للأفراد، أساهم في دفع الاقتصاد القومي من خلال المساهمة الفعالة لقطاعات السياحة والنقل وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، أقلل الملوثات أو خفض الملوثات، ملوثات الهواء وملوثات الموارد المائية. 6 حماية الطبيعة والنظام البيئي لصالح الأجيال القادمة. 7 اعتماد توليد الطاقة على الموارد المتجددة. من ضمن أهداف التنمية المستدامة إدارة الموارد المتجددة خاصة المياه بأسلوب مستدام.
توزيع الثروات المتزايدة توزيعا عادل بين فئات المجتمع المختلفة، خفض معدلات الفقر والبطالة، تتيح تعليم جيد ورعاية صحية وخدمات اجتماعية وخدمات حكومية أخرى لكل مصري بما يحقق رضاء المواطنين، التخلص التدريجي من عدم المساواة بين الجنسين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تحقيق التنمية العمرانية بناء على التخطيط الشامل والمستدام للعمران، توفير احتياجات المواطنين من السكن والخدمات والمرافق العامة، وجود جهاز إداري قوي وكفء يحسن إدارة موارد الدولة وقادر على الاندماج في النظام العالمي. عندي خصائص التنمية المستدامة. للتنمية المستدامة عدة خصائص، منها أول حاجة طويلة المدى، فبيعد البعد الزمني فيها هو الأساس بالإضافة إلى البعد الكمي والنوعي. تراعي حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، بيكون في المقام الأول تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، الحفاظ على البيئة الطبيعية بكل محتوياتها، تنمية الإنسان وخاصة الاهتمام بالفقراء، المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصيتها ثقافيا ودينيا وحضاريا، التنسيق والتكامل الدولي في استخدام الموارد، وتنظيم العلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. كده تكون خلصت محاضرتنا. شكراً.